أهلا بكم. أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات الثلاثاء 10 غشت 2021 بإخضاع جثة شاب عشريني للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بعد العثور على جثة معلقة بحبل في إسطبل للبهائم دوار ولاد عريبة التابع لجماعة ولاد سعيد بإقليم سطات. وحسب مصادر الصحفية فقد تم العثور على الشاب وهو طالب مزداد سنة 1995 جثة هامدة معلقة بحبل في إسطبل بمنزله الكائن بدوار ولاد عريبة غرب عاصمة الشاوية. وفي انتظار نتائج البحث والتشريح رجحت المصادر نفسها أن يكون الطالب الهالك قد توصل بخبر رسوبه في أحد الاختبارات بمعهد تكويني بإقليم سطات فأدخله ذلك في أزمة نفسية حادة دفعته إلى الانتحار، خاصة أنه كان يعيش حياته بشكل طبيعي قبل توصله بنتيجة الاختبار السلبية. وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ولاد سعيد سرية سطات وممثل عن السلطة المحلية بقيادة ولاد سعيد إلى دوار ولاد عريبة حيث تمت معاينة جثة الضحية قبل نقلها نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي المعمول به في مثل هذه الحوادث. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.